بتتكلم في نقطة والنقطة دي مهمة جدا، اللي هي مهم نقطة التعصب الفترة اللي فاتت. يعني مثلا الموضوع بتاع نادي الزمالك اللي حصل في الإمارات وإلغاء مباراة ذوب أهان أصفهان الإيراني مع الزمالك بعد بدايتها بحوالي 10 دقائق أو 15 دقيقة. وأنا قاعد اليومين اللي فاتوا، كان إحنا أنت عارفين إن إحنا إجازة خميس وجمعة، فجالي اتصالات من الأصدقاء الأهلاوية بيقولوا لي يا كريم ما ينفعش الكابتن حسام حسن عمل والكابتن ابراهيم، وانت لازم تطلع تتكلم والحياديه ومش عارف ايه. اصدقاء الزملكاويه كلموني، الزمالك والكابتن ابراهيم والكابتن حسام وما ينفعش، اصل مش عارف ايه، اصل احنا اتظلمنا. انا عايز ابين بس حاجه يا جماعه، القصه مش كده خالص. احنا الحمد لله في برنامجنا هنا ما بنفوتش حاجه، بنتكلم في كل حاجه بتحصل في الساحه الرياضيه المصريه. يعني مثلا مش عشان الزمالك مش هنطلع نتكلم نقول اصل كابتن حسام اصل كابتن ابراهيم اصل ما حصلش حاجه، مش عشان النادي الاهلي هنطلع نهاجم ونقول اصل كابتن حسام ما كانش ينفع، اصل احنا مش عارف مانويل جوزيه مش عارف. احنا بنتكلم في المنطق اللي بيحصل في الواقع، مش هنقعد نجامل الزملكاويه او نجامل الاهلاويه. اللي حصل في الامارات وهنعيد الموضوع تاني، احنا يمكن قلت وانا في الراديو او في الاذاعه لكن هنعيده في التلفزيون. يمكن كمان النهارده اتفرجت على لقطات من اللقطات اللي حصلت في ماتش الزمالك وذوب اهان اصفهان الايراني. اللي حصل ايه؟ الماتش بدا، الحكم الاماراتي بصراحه وبدون اي، يعني النادي الزمالك طبعا نادي مصر لازم هنكون جنبه وهو بيلاعب فريق ايراني. نادي الزمالك اتظلم جامد جدا، هو ماتش ودي وكل حاجه، لكن انا شفت اللقطات، شفت ضربه الجزاء اللي اتحسبت ضد نادي الزمالك، شفت لقطات من العنف فريق الايراني ضد لعيبه نادي الزمالك، شفت الحكم متحامل على نادي الزمالك والحكم ينرفز، يعني الحكم ينرفز وممكن كابتن حسام وكابتن ابراهيم يتنرفزوا من القرارات الغريبه. وضربه الجزاء ما فيهاش حاجه، يعني حتى احنا ما معناش بس ماتيريال، الماتش كان متصور كده من كاميرا محموله فما كانش الصوره كويسه. انا اتفرجت النهارده على الاجزاء بتاعه المباراه لغايه قبل ما تتلغي، ضربه الجزاء ما فيهاش حاجه، يعني حتى بعد ما الحكم حسب ضربه جزاء بعد ما الكوره خلصت اللاعب الايراني راجع على اساس ان الكوره مش ضربه جزاء، راجع الكوره ضربه مرمى بالنسبه لنادي الزمالك. فالحاجات يعني طبعا ضربه جزاء ظالمه وكل حاجه، لكن برضه هنيجي نقول دي مباراه وديه، ما كانش ينفع ان الكابتن حسام حسن يتعصب او يتنشن مع الحكم او مثلا يزعق له بطريقه مش كويسه. يعني الحكم طبعا بعد ما حسب ضربه جزاء ضد الزمالك كان في اكتر من فاول ضد نادي الزمالك ما حسبهمش، حسب فاول ضد الزمالك لصالح الفريق الايراني الكره ما فيهاش حاجه، فالكابتن حسام حسن زعق ومش عارف ايه، راح الحكم رايح له على الخط، فيظهر في حاجه دارت كان الكاميرا مش موضحه قوي، كابتن حسام انفعل على الحكم ومش عارف قال له اشمعنى الكوره دي ومش عارف ايه، فراح الحكم طلب بطرد الكابتن حسام حسن من الملعب، وراح واقف كده وجاب المساعدين الحكام ووقف في نص الملعب وامر الشرطه الاماراتيه ان كابتن حسام حسن لو ما طلعش مش هيكمل الماتش. على العموم كابتن حسام قعد على الدكه ما رضيش يطلع والحكم لغى الماتش، وكل فرقه خدت نص ملعب ولعبوا تقسيمات مع بعضهم، يعني الفريق الايراني لوحده وفريق نادي الزمالك لوحده، وكملوا تمرينه عاديه وخلاص الامور خلصت. فطبعا احنا في الاول انا لو مدرب نادي الزمالك وحصل الموضوع ده هتنرفز وهتعصب، بس ما ينفعش كابتن حسام يعني ايه الماتش يعني يبوظ بسبب ان كابتن حسام تنشن مع الحكم. المفروض برضه ايه، يعني ده نادي الزمالك بيمثل مصر بره، المفروض انا امتثل لقرار الحكم. وكابتن حسام اسمه كبير جدا، يعني على فكره كابتن حسام دوله الامارات دي الدوله الثانيه لكابتن حسام، هو دايما يروح هناك وليه شغله الخاص وبيتفسح وبيحب ولعب في نادي العين الاماراتي وادى بشكل كويس جدا والناس بتحبه جدا في الامارات. فهو الجزء الاول الاهلاويه بقى قالوا لي يا كريم ما ينفعش ولازم احنا بنتكلم في كل حاجه، مش عشان مثلا الزمالك او عشان الاهلي هنجامل هنا او هنجامل هنا، لا احنا بنتكلم في كل حاجه. الموضوع ان المفروض بصراحه الحكم كان يبقى احسن من كده في الماتش، كان باين قوي ان هو متحامل، بس في نفس الوقت ما ينفعش برضه كابتن حسام حسن يعترض بالشده دي او بالقوه دي، وشكله كده في حاجه اتقالت للحكم فالحكم اتنرفز وراح ايه برضه وقف، وهو كان يعني برضه شويه بيتلكك، وقف في نص الملعب وكابتن حسام ما رضيش. فاتمنى طبعا ما يحصلش كده مستقبلا سواء من اي مدير فني مش كابتن حسام حسن بس، وفي نفس الوقت لازم نتملك في اعصابنا واحنا خارج مصر، يعني ممكن جوه مصر احنا بنستحمل بعض لكن بره مصر ما ينفعش، لازم نمثل نادي الزمالك او نمثل مصر بشكل كويس. ده بالنسبه لموضوع الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم. اللي هيتفرج على الماتش وهيتفرج على اللقطات لو اي حد مكانهم بصراحه هيتنرفز بصراحه، ان الحاجات كانت يعني قرارات غير طبيعيه. وبرده كابتن حسام وكابتن ابراهيم لما بيجوا يتعاملوا مع اي فرقه بيمسكوها او حتى هم كانوا بيلعبوا ما بيحبوش يخسروا،
يعني هم دي عادتهم، هم بيحبوا كده، ما بيحبوش يخسروا. يعني مثلا انا كابتن حسن شحاته كده ما بيحبش يخسر حتى في ماتش ودي او رسمي، حتى لما بنلعب تهريج مع بعض في البيت كده مثلا طاوله، ولا بنلعب بينج بونج مثلا، بنخرج بنلعب اي جيم، ما بيحبش يخسر. كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن كده، فاحنا مش عايزين نعذرهم او نبقى ضدهم، احنا بنقول موقف حصل ولا هنبقى معاهم ولا ضدهم، لكن احنا مع الحق. وبرده نادي الزمالك بيمثل مصر، لازم يكون جنب نادي الزمالك. المهم الموقف خلص، والزمالك هيلعب المباراة الثانية إن شاء الله بكرة مع اتحاد جدة السعودي في أبو ظبي، في إمارة أبو ظبي، في نادي الوحدة، في ملعب نادي الوحدة.